اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، خليها سمك النهارده بالتاكيد مع المغازي، هيكون له طعم تاني ومدرسه بسيطه وسهله واحببك في اكله السمك. وبلاش تشتري من بره، ليه تشتري من بره اذا انت عندك السمك خير مزارعنا البولت تعمليه سنجاري في البيت بطريقه بسيطه وسهله، واعلمك ازاي تعملي السنجاري من غير ما يلزق في الصينيه ولا يلزق في الفرن. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعمله بالخلطه الحلوه اسمها الخلطه المغازيه لحشوه السنجاري، فيها فلفل وفيها كرفس وتركيبه من التوابل. معانا جمبري النهارده لحم، هنعمله النهارده ريزيتو من المطبخ الطلياني. حلو قوي المطبخ الغربي في عمال الاسماك، ما فيهوش كده غلبه كتير، لا ما يعرفوش حاجه عن الرده، فهنعمل النهارده الجمبري بتاعنا هنعمله ريزيتو بطريقتي الخاصه مع روزماري مع زعتر، طبعا بياخد جبنه موزاريلا او جبنه بارميزان حسب الرغبه، ولكن مدرسه الريزيتو يتعمل بالفراخ، يتعمل باللحمه، يتعمل بالخضار، لازم الريزيتو ده يكون مستوي جامد، فعشان كده الاكله دي بهداه لكبار السن والاطفال الحلوين اللي مش بيحبوا السمك هياكلوا من الاكله ديت وهتعجبهم. معانا سمك فيليه قشر بياض النهارده هعمله بكاتا. حاجة اسمها شرايح السمك الفيليه بالزبدة والليمون، يعني بكاتا فيش بالزبدة والليمون، ده المسمى الغربي بتاعها. هنعملها مع بعض النهارده ونشوف ازاي نعمل صلصة الزبدة بالليمون الجميلة الحلوة اللي بيحبها الجمبري أو السمك الفيليه. تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعتي، بس ما تنسوش حاجة مهمة جدا، معانا النهارده عصير سموزي الليمون. الليمون بالنعناع طبعا بيساعد على الهضم ومفيد جدا في ايام الصيف وايام الحر، ولكن انا ليا مع الليمون واقفه، لازم اعصر الليمون واديله قشره حلوه عشان ياخد الزيوت الطياره اللي موجوده في قشره الليمونه، ويفضل طبعا يكون ليمون اخضر مع النعناع مع سكر مضروب في الخلاط مع صودا او تلج. ده السموزي اللي انا بحبه، وده طبعا بيناسب اكله السمك. تفاصيل كتيره النهارده في اكله السمك، وعشان كده بنعيد الحلقه دي لحضراتكم يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره نستمتع بيها على شاشه القناه الاولى. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نعمل عصير السموزي مع بعض واحنا شغالين. اللهم صل على النبي. ادي الليمون متقطع، المساعدين بتاعتي شطار ومشاهد ربنا يديها الصح، يخلي لي كل حاجه جاهزه. طبعا انت بتقولي يا رب المشاهد تكون عندي في المطبخ. ليمون جاهز والنعناع موجود والتلج موجود والسكر موجود. هعمل ايه؟ هحط الليمون ده كده ونحط ورقات النعناع دول هنا كده، وفصين الليمون ده هنا كده، والسكر يتحط هنا، وكمان شويه ليمون من الاخضر ده هنا كده، وعندي التلج نحطه هنا كده. انت بتحب عصير الليمون مع السمك يا شيف؟ ده بيساعد على الهضم. نشيل دول من هنا ونحط الماء المسلج. الله، سامعين صوت التلج في قلب الخلاط؟ حاجه حلوه. ونضرب دول كلهم مع بعض بقى زي الفل. سامحوني من صوت الخلاط. عايز اغرف العصير ده او اصب العصير، معلش. نحط هنا الروزماري. ده المطبخ الطايم بتاعنا كان تقريبا صافي مشفي كده 50 دقيقه. خط سير الحلقه زي ما انا بدات كده، عملت الريزوتو، طلع معايا الريزوتو على نار هاديه بعد ما شفنا التفاصيل. دخلت البولت السنجاري في قلب الفرن بالخلطه الحلوه، اشتغلت في البيكاتا اخر حاجه لان مش عايزه وقت كبير، والطبق اقدمه بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. ونصب العصير بتاعنا في الكاسات الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. واحده هنا واحده هنا كده عشان تبقى الصوره حلوه، اللهم صل على النبي. يا صبابين الليمون زيدوا حالاته، كل يوم معانا سموزي بطعم تاني. امبارح كان عصير السموزي الكيوي بجوز الهند، لا الموز بجوز الهند كان ولا ايه؟ فكروني يا شباب. الجوافة، الله عليك يا فاروق حبيبي،
مخرج المبدع جوافة بجوز الهند وحقوق الطبع لدينا وبس. حاضر يا فندم، انا خلصت هجري دلوقتي بس بعد ما اخد واحد ليمون كده حلو. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، فيها ابداع فيها ابداع، فيها حب اكتر من الابداع فيها حب. احنا لما بالكلام الطيب اللي بنسمعه من حضراتكم والناس اللي بتتصل بيا وتشكرني بس من غير ما تطلب حاجه، صدقوني ده عبء عليا، عبء عليا ان انا اجتهد ليل مع نهار وجفوني ما تشوفش النوم علشان اعمل حاجه حلوه لحضراتكم. فانا غرقان في حبكم. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.